لا تقصوها على رؤوسهم. شو عم بيصير؟ سيادة المدير عم يهاجمونا. اطلع لبرا. مو بس انتو كمان بدكن ياني، كل مخابرات المنطقة بدهن ياني، بيحبوني. فكني وانا بحللك ياها. خلاص بلا حكي. ميماتي لما حندخل لجوا بتعملوا متراس على الباب، واذا بيجي الجيش ما بتدخلوه. ماشي معلم. معلم رح نضل هون كتير؟ أنا باخذ لك إذن من سلوى، لا تشغل بالك. سيدي تعرضنا لهجوم، مراد على مدار. سيدي لا تشغل بالك. سيدي حاصرنا المحل بسرعة، مستحيل إنهم يطلعوا من هون. معلم اجوا رجال كتير، شو نعمل؟ قلت لي شو نعمل؟ ما رح ندخلهم. أكثر شيء بكرهه بالحياة هو إني قاتل عن كذب. قال لا تقوس براسهم، بدك تقوس على رجليهم وما بعرف ليش. معلم ليش ما في حدا هون؟ منفوت ومنعرف يا عبد الحي. سلموا حالكم وقال لك كارا بيموت. إذا كارا بيموت أنت بتموت. ليش أنت من أمتى بتقتل موظف بالدولة؟ قتلت خوان كتير، ما رح تكون أول واحد، لا تخاف. ارمي سلاحك ولا رح أوصل. أي. أهلا وسهلا مراد علمدار. كنت رح أزعل كتير منك لأنك لهلأ ما جيت لزيارتي. ها هاي ليكني جيت. منيح. بما أنك جيت نصير منقعد هون أنا وياك سوا. شلون ما كان ما في طلعة من هون، الباب محاصر. أنا ما بدخل على محل ما بقدر أطلع منه. يسلموا ايديك. عبد الحي ما رح يروح؟
لا ما له محل. ليش؟ يلا